إذن مشاهدينا الكرام، في هذا الجزء سنتحدث عن أمراض الربو والحساسية وبعض الأمراض الصدرية، سيما في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا خصوصا في هذا الوقت من السنة. حديث يدور عن احتمالية موجة رابعة هنا بالجزائر قد يشكلها المتحور الجديد الذي يمتاز بالسرعة الكبيرة في انتشاره. نتحدث أيضا عن مضاعفات التي تصيب أصحاب الأمراض المزمنة، أمراض صدرية إلى غيرها من الأمور. نتحدث قبلها عن الأسباب، عن العلاج وعن الاحتياطات والمضاعفات، وذلك بعد أن أرحب بالدكتور هالي كمال الطبيب العام. أهلا بك. أهلا وسهلا، صباح النور. شكرا لك دكتور على تلبية هذه الدعوة. إذن نبدأ ربما بمرض من هذه الأمراض التي تحدثنا عنها في المقدمة، نبدأ بمرض الربو. هذا المرض المزمن، نتحدث ربما في البداية عن التشخيص، عن الأسباب قبلها، وعن آلية وطرق المرافقة والعلاج. قبل كل شيء نقول لكم صباح الخير، صباح الخير المشاهدين الكرام. والحاجة الأولى لازم نعرفوا شنو هو مرض الربو. إذا سمح لي نعطي مصطلحات بالفرنسية ومن بعد نترجمها. الربو هو يسموها لوبستريكسيون تراكيو برونشيك. واش معناتها؟ يعني الانسان هذايا اذا كان عنده، يعني بالعربيه نقولوا الربو هذايا، يعني نشوفوا المريض كي يجي عندنا نشوفوه بلي عنده صعوبه في التنفس، ما يعني ما يتنفسش عادي. ولهذا المريض اذا كان يتقدم عندنا نلقاو عنده صعوبه اولا في التنفس، ماشي باش يدخل الهواء ولكن باش يخرج الهواء، راح يخرجه بصعوبه كبيره، ويكون معاه يعني مصطحب، يعني حاجه اللي كان اللي يتاكد باللي كاين مرض الربو وهو التصفار، يعني صفار ستادير يا ان سيفلمون. هذا يعني عموما هذا هو مرض الربو. ولكن مرضك اذا كان نحبوا نحوسوا الاسباب تاع مرض الربو، يعني الاسباب هي مختلفه، يعني راهي كبيره بزاف وكثيره بزاف. نقدر نقولوا الانسان يكون عنده مشكل تاع التراكيت، معناتها التهاب تاع القصبه الهوائيه. وهذا التراكيت تكون يعني كما يقولوا كل خطره تتجدد، كل خطره تعاود ترجع، هذا ممكن يسبب له مرض الربو. حاجه اولا الانسان اللي تكون عنده لا سينوزيت وما يداويهاش ثاني، يعني في وقت معين راح تتطور وتعود لنا مرض الربو. السبب الثالث اللي معروف عند الجزائريين كامل وعند الدراري كامل والكبار كامل، وهما لي زاليرجي، لي غنيت اليرجيك، الحساسيه. يعني من بعد نطرقوا للحساسيه. الحساسيه هذه يعني مشكل تاع تقريبا نقول لك 90% تاع الناس اللي عندهم الربو. هذه هي الحاجه السبه الثالثه. السبه الرابعه وهما يعني كما يقولوا ممكن يكون لو شونجمون كليماتيك، انسان كي يكون في السخانه يخرج للبرد، ولا من البرد يروح للسخانه. اوتر شوز ثاني كاين مش سبه واحده اخرى، الغبار. الانسان اللي ما يحملش الغبار والغبره والغبار، يعني هذوما يقدروا يديكلونشيو لا كريز دازم. كاين اسباب كثيره منها لانجستيون دي ميديكامون، كاين الانسان اللي يدير يعني يشرب دواء ما يحملوش يقدر يديكلونشي اون كريز. والله هذه هي هذوما يعني اسباب متنوعه متعدده. ولكن ربما دكتور الاسباب الاشهر والاشياء هنا في الجزائر، يعني الاسباب اللي راهي شائعه بزاف في المحيط تاعنا في الجزائر اللي تؤدي في كثير من الاحيان للاصابه بمرض الربو، احنا نتحدث ونريد ان نحصر اهم الاسباب لربما الوقايه، يعني لكي لا نطور مرض الربو. شوف الاسباب الكبيره الكثيره اللي نستقبلوها عندنا في القطاع الصحي، وهي اللي غنيت اليرجيك، يعني الحساسيه اللي غنيت اليرجيك، يعني الحساسيه هذه اللي تقدر ديكلونشي لا كريز دازم. يعني تقدر هي تكون فاعل باش تظهر الربو هذايا باش يبان. لي غنيت اليرجيك هذوما شوف نفهمك مليح، يعني كو ساسوا للصغار ولا الكبار، يعني للناس الكبار ولا للدراري الصغار، الرضع ولا الصغار، هذوما جينيرالمون يعني عموما يكون عندهم مش استعداد جسمي باش يديروا هاد لا كريز دازم وبيان الربو هذايا. هذايا لان علاش؟ لانه
من قبل كانت عندهم مشكل تاع حساسيه وما داووش ولا ما تابعوش مليح عند الاطباء. دونك في وقت معين راح تكون انكريز دازم بيرمانونت، يعني كل خطره تعاود ترجع لها. يعني هو تطور الحاله الصحيه باش وصلت الى مرض، توصل مرض هذا سبب من الاسباب. ما نهضروش على الاسباب الاخرين، انا نهضر على سبب من الاسباب، يعني سي سكون ابل لي رينيت الرجيك. دونك الحساسيه فيها شحال من نوع تاع الحساسيه. دونك اذا نتكلموا على الحساسيات، بون نبداو نهضروا على الحساسيه تاع العينين مثلا. حساسيه تاع العينين هذه سكون ابل لي كونجونكتيفيت. كاين الحساسيه تاع الانف، حساسيه تاع الانف هذه يسموها لو غوم دو فوا، معروف الناس كبار يعرفوه لو غوم دو فوا. كاين الحساسيه تاع الصدر اللي توصل لا كريز دازم، وكاين اللي عنده كل في هذه الانواع في ثلاثه. ممكن ممكن، ولكن الحساسيه الخطيره الخطيره اللي نخافوا منها بزاف سي سكون ابل لو دام دو كويك. هذايا اذا كانت يعني السو جينيراليز، الانف يتنفخ، الفم يتنفخ، الرقبه تتنفخ، والانسان ما يقدرش يتنفس. هذه من حالات الاستعجال، يعني مباشره لازم الاستعجال، الاستعجالات الطبيه ما نستناوش. وكان لي اكثر منها سي سكون ابل الحساسيه تاع لي شوك انافيلاكتيك. هذايا اذا كان الانسان دار يعني قال دواء معين ولا تشكى معينه ولا يطيح مباشرة لازم نقولها غير لا ريانيماسيون الانعاش. دونك ما نستهزاوش بالحساسية، الحساسية ممكن توصلنا بعد الشر يعني الحوايج اللي ماشي ملاح. الحساسية هي مرض كما قلت شائع وسط الجزائريين، ربما عنده علاقة بالبيئة، عنده علاقة ربما بيئتنا الجزائرية، وأشهرها هي الحساسية الموسمية، يعني ليست المتزامنة أو ليست المتلازمة. يعني هناك كاين أناس لديهم ربما حساسية على طوال العام، لكن الأشياء هي الحساسية الموسمية لفصل الربيع، ربما حساسية الأنف والعينين هي الأكثر شيوعا. دكتور بارك الله فيك، هي فيها زوج أنواع تاع الحساسية. كاين حساسية اللي تكون أقل من 4 سمانات، موان دو 4 سمان، هذه يسموها سي سكون أبل لي زاليرجي انترميتونت، معناتها الي باساجير كما قلت الأخ، موسمية تعطي وقتها وتمر، خاصة ما بين الربيع والصيف، يعني هذه رانا نشاهدوها ونعرفوها. كاين الحساسية اللي لا حساسية اللي تفوت 4 سمانات، تفوت الشهر، تدخل في الشهرين وثلاث شهور 4 شهور، سي سكون ابل لي زاليرجي بيرسيستونت، هذوما لا اللي يقلهم مرافقة طبية على طول العام، على طول السنة. دوك نعاودوا نتكلموا على الدواء والوقاية، مازال ما لحقناش هذا الشيء. طيب تحدثنا عن انواع ربما الحساسيه، لكن قبلها نتحدث، هل الربو عنده انواع ام عنده ربما تطورات ومراحل؟ شوف الربو هو الربو، ما فيهاش يعني انواع مختلفه. لا كريز دازم سي اون كريز دازم، راهي باينه سي اون كونستركسيون دي فوا بونشيك. دونك الانسان عنده مشكل باش يخرج الهواء، ما يقدرش يخرج الهواء، نلقاوها عند الكبير وعند الصغير، ما كانش يعني انواع تاع الربو. نقدر نقول لك كاينه حاجه يعني مهمه جدا فيما يخص الصغير والكبير، كاين فرق يعني فيما يخص لو دياغنوستيك ديفيرونسيال، معناتها كي يجي انسان كبير يعني يجيبوه للمستوصف ولا عند الطبيب حالته ظاهره يسمع، يعني يجيبوه بسبه الربو، يعني الطبيب لازم يخمم في حاجه واحده اخرى، الانسان الكبير لازم يخمم في حاجه واحده اخرى. عندنا سي سكون ابل بسودو ازم كارديو فاسكولار، معناتها كاين امراض تاع القلب اللي تعطي نفس الاعراض تعمر الربو. دونك يعني لما نتناساوها او نتغاضاو عليها ونقولوا راهو ربو، نقدروا في مضاعفات اخرى. ناكدوا برك باللي ما كانش مرض تاع قلب، تما نداويوه الربو. والاطفال الصغار هذا يا راهي حاجه واحده اخرى، اذا جابوك طفل صغير تسمع التصفار ومغلوق ما يقدرش يتنفس، اي بي با سو ريسبيري، لا اون فا بونسي ا اوتر شوز، ما نخموش غير في الربو، نخمو ممكن تكون اون انجيستيون دان برودوي، ماشي دان برودوي دان اوبجي، يعني ممكن الطفل هذا يكون بلع حاجة. يعني حاجه يعني جماد، حاجه تاع جماد يعني ان اوبجي، ودخلت لاتراشي وغلقت له لاتراشي تاعو وتعطيك نفس الاعراض تاع الربو. دونك اذا كان الكبير والصغير ما ناخذوهمش بنفس، لازم ناكدوا باللي ما عندوش، الكبير ما عندوش مرض القلب والصغير ما كلاش حاجه اللي غلقت له لاتراشي تاعو. ممكن ناكدوا هذاك الوقت لا نبداو الدواء تاعو ولو تخاتمون، يعني فما يخص الدواء اذا كان تسمح لي، الدواء تاع الربو فيه 3 انواع. كاين سو كون ابل لو تريتمون داتاك، يعني حاله الاستعجال لازم نرفدوا حاله الاستعجال هذه، ما نخلوش يزيد يتهلك. كاين لو تريتمون داتاك، كاين لو تريتمون دو فون،
يعني كما يقولوا كاين لو تريتمون دونتروت يعني تاع الوقايه. لو تريتمون داتاك وشنو هو؟ لو تريتمون داتاك هاي باينه، اول شيء راح نبداوه بلي سيونس دايغوسول يعني باش نسولاجيوه شويه ويعود على الاقل نقلوا عليه من هذاك التعب اللي راهو فيه. ومن بعد نجوزوا الادويه، كاين لاتيوفيلين، كاين لي كورتيكويد، كاين لابريكانيل، يعني كل واحد كيف حساب الحاله تاع حساب الحاله تاع المريض. هذا سي لو تريتمون داتاك. ومن بعد واش نديرو؟ نجوزو لو تريتمون دو فون. دو فون راهو باين تحكم المريض، قال يا ودي اذا كنت دخنت تحبس الدخان راح يزيد يهلكك، اذا كان كيفاش نقولوا، اذا كان عندك مشكل تاع حساسيه لا كريز دازما اللي ديكلونشي بار لي زاليمو، مثال قال كاين الانسان اللي ما يحملش لا فريز، كان الانسان اللي ما يحملش البرودوي الفلاني، يعني قال تنحيهم، نحي له الدخان، نحي له لا فريز. ننصحوه باش يدير الرياضه، الرياضه والرياضه هذه يعني احسن رياضه لإعادة التأهيل تاع لي بومون شنو هما هي السباحة. ما كانش ما أحسن من السباحة. واش عندنا تاني؟ عندنا الرياضة، عندنا السباحة، عندنا لاكينيزي في حال تما. إذا كان يعني طويل المريض مضرور بزاف رايحين نعطوا له نديروا له دي سيونس دو كينيزي دو ريدوكاسيون توراسيك، سيتادير نعقبوا عند الكينيزي ويعمل له رياضة في الصدر تاعو باش يخرج له حشاكم لي كلار اللي عنده في لي بومون. حتى الصغار ماهمش غير الكبار، الكبار والصغار نفس الشيء. هذا لو تريتمون دو فون. نعاودوا نجوزوا لحاجه اخرى ثاني، لو تريتمون دونتروتيان. لو تريتمون دونتروتيان انا ننصح به تقريبا كاع الامهات اللي عندهم دراري صغار، اللي راهي ترضع ولا راهي تربي ولا راهي يعني اذا كان طبيب عطاها لها تريتمون دونتروتيان تاع 6 شهور ولا تاع عام ما تقولوش بزاف عليها بزاف و سي ترو. لا لا، ان تريتمون دو فون راه معروف، ما كانش الام، ما كانش ام، ما كانش والدين، ما كانش اب ما يعرفش بلي لو تريتمون دونتروتيان تاع لا كريز دازم هو لو تيفان. تيفان كيتو تيفان لوزاديتان بكري يسموه لوزاديتان. الدراري يقعدوا به عام عام ونص، كان لي 6 اشهر كل واحد والحاله حساب التحاليل الطبيه. وهذه هذه الفتره العلاجيه تاع 6 اشهر الى سنه ربما راح تكون نتائجها في المستقبل، يعني بالطبع. الانسان ربما ما يتطورش مرض الربو. خلينا نبقاو ربما دكتور في نقطه ذكرتها مهمه، هي النقطه تاع لما تاتي هذه النوبات تاع الربو للانسان، في بعض الأحيان يكون فيه ارتباك، يعني كيف يتم التعامل داخل الأسرة أو في المحيط القريب من المريض، كما قلت فيه بعض الأشخاص يطيحوا مباشرة، كيف تكون خطوات التعامل حتى نوصل إلى المستشفى أو إلى الطبيب؟ لا هي شوف، إذا دوك لازم نفهم الأمهات ولا اللي عندهم دراري صغار، يعني ممكن خطرة الأولى الولد تاعها ولا البنت تاعها تعود تسعل في البيت، تسأل سؤال حاد، سؤال اللي موت تغلق ما تقدرش تنفس، خاصة إذا كانت تسمع باللي الصدر تاعها راه يصفر ولا الصدر تاعو راه يصفر. الحاجة الأولى اللي لازم ديرها يعني تلفت مباشرة الابن تاعها وتديه المستوصف الأقرب مستوصف اللي كاين، على خطر التشخيص ما يتم غير عن طريق الطبيب. هذه حاجة الأولى. هذه في لا بروميير لا سيدير لا بروميير كريز. اذا كان الطفل زاد اون دوزيام برونك سكون ابل لي برونكيوليت، اذا كان الطفل زاد ولا هذا الرضيع زاد عاود نفس المشكل عاودوا يعني نعاودوا ناخذوه بعين الاعتبار ونداوه كبرونكيوليت، ولكن اذا الحق للثالثه خلاص يعني تما لازم نعرفوا بلي الطفل هذا دخل في مرحله الربو ولازم نفهموا الوالدين تاعو ولازم نعطوا له الدواء ما نخلوش. دونك كما تقول انت يا لا كونديت اتونيغ اون اورجونس، كما كان حتى كونديت في البيت، الحاجه الاولى اللي يديروها الوالدين يرفضوا الطفل ويدوا المستوصف لو بلو بروش. يعني حتى حبيت نقول حتى انه في ظل هذه النوبات ما يكون عنده الادويه، ما تكون عنده هذيك لابونت ولا البخاخه، يعني فائدتها ما كانش الفائده، يعني لازم علاج في المستشفى. لا يستعمل الدواء تاعو، يستعمل الدواء تاعو. في بعض الاحيان يتم غض النظر ويستعمل فقط الدواء ويستنى الحاله تتحسن. لا يستعمل الدواء اذا عندهم معروف يعني ستمرات كي يكونوا ازماتيك، يستعمل الدواء تاعو في البيت ولكن ما في نفس الوقت يهيئ روحه ويردوه ولا يروح المستشفى. علاش نخافوا من المضاعفات؟ حنا شوف كاينه حاجه اللي نخافوا منها بزاف، سليتا دو مال ازماتيك، معناتها اذا كان الانسان الحق وقت معين ما يقدرش يتنفس خلاص. هذايا لا يليق له لانترفونسيون دي ميدسان، يعني لي ميدسان اولا يفون لاسبيري، راح يعملوا له يعني دي زاباري سبيسيو باش ياسبيريو له لا كلار اللي كاينه اللي غامات واللي ما يقدرش يتنفس، راح يديروا له لي بيرفيزيون، راح يديروا يعني باش يخرجوه من هذيك الحاله هذيك قبل ما بعيد الله اللي قدر يعني يروح ما بين ايدينا. هذه هي.
يعني ديما نتحدث عن خطورة هذه النوبات، أنها تقدر تؤدي في حال عدم التدخل، يعني في الوقت المناسب تؤدي إلى مضاعفات قد تصل لا قدر الله إلى الموت. بارك الله. طيب، سياق ربما هذا الموضوع يتعلق بفصل البرد، بعلاقة الربو وأمراض الحساسية، وبفصل الشتاء وبفصل البرد، ربما ما هي هذه العلاقة، تفسيرها من الناحية العلمية، لماذا نتابع ربما في هذه الأيام ازدياد ربما المضاعفات إلى غيرها؟ لا، هو معروف، يعني فهمتكم من قبل، كنا نقولوا باللي من اسباب لو ديكلونشمون، من اسباب اللي تخلي مرض الربو يعني يكون موجود، قلنا سي لي فارياسيون داتموسفيريك، يعني كما يقولوا لو شانجمون دو كليما. اذا كان كنا في يعني في الدار، هذه سخانه شويه تخرج برا تلقى برد كبير، ولا عكس ذلك، ممكن يكون البرد في الدار وتخرج جهه تروح تدخل جهه اخرى اللي سخونه بزاف، يعني هذا سي ان فاكتور دي دوكلونشمون. حنا نشوفوه في فصل الشتاء، فصل الشتاء الانسان لازم يدير حسابه لولاده ولا الكبار، يعني نفس الشيء يدير حسابه، يعني يحاول باش يحكم من نفس درجة الحرارة ما بين المكان اللي راهو فيه والمكان اللي راح يروح ليه، ولا ما كانش يقرا حسابه ويتغطى مليح، هذا باش ما يكونش يعني باش ما تكونش يعني دي كريز دازم ا ريبيتيسيون. ممكن تكون اون كريز دازم يعني وحده ويسيطر عليها بالدواء ما عليناش، ولكن اذا تكون الثانيه وتكون الثالثه مور بعضها يعني ماشي مليح، يعني هذاك الوقت ممكن يلحق حتى للسبيطار، يعني ما نكذبوش. طيب، احنا ايضا الان في هذه الفتره من السنه تكثر الأمراض التنفسية والفيروسات والإنفلونزا إلى غيرها، ربما الآن علاقة الإنفلونزا بهذه الأمراض بالحساسية والربو، هل تضاعف من الحالة؟ هل ما عندهاش علاقة؟ وكيف يتعامل المريض في حالة ربما الإصابة بالإنفلونزا؟ لا، العلاقة راهي مع بعضها، يعني كنا تكلمنا من قبل، يعني مع الدخلة يا أخي قلت لكم أسباب تاع لازم هي الحساسية، والحساسية فيها أنواع، قلت كاين الحساسية تاع العينين، كاين تاع النفس كما قال لو غون دو فوا، لو غون دو فوا سي الانفلونزا، كاين الانفلونزا ثانيه نفس الشيء انفلونزا، يعني اذا كان الانسان حكمته لا غريب وما داواش انازماتيك كونو، اذا كان انسان عنده الضيق من قبل ولا باس عليه حكمته لا غريب، اذا كان ما يداويش لا غريب لا سفير اوغال، معناتها لا سفير اوغال اي برونكو بيلمونير، معناتها محيط تاع الانف والرقبه والاذن والصدر مربوط مع بعضها. اذا كان الانسان يعني يحكم فيروس تاع الانفلونزا ويخلي روحه ما يداويش، راح تكون الالتهاب، يعني يكثر عليه الالتهاب في الانف في الحلق تاعو، واذا كان ما يداويش يزيد يعني مشاكل تولي طول الصدر تاعو، يعني كل شيء مربوط مع بعضه. علاش الانسان دائما خاصه الامراض اللي عندهم سوكيزون تاغ اون تاغ فيزيك، سيتادير الناس اللي عندهم يعني مشكل تاع صحة مثل الربو، يعني ما يخليش روحه يوصل للكريز الكبيرة، إذا كان حكمته ينوتيت يداويها، إذا حكمته غير إن كونجونكتيفيت في عينيه يداويها تمتم، سواء على باله بلي راح تحبط الصدر، سيرتو إذا كانت يون قريب، إذا كانت يون تخاكيت ولا قراجم ولا، يعني تمتم داوي ما تخليش روحك، لأنك على بالك راك عرضة باش تعمل إن كريز فاصيل. ايضا ربما بحاجه هذ الاشخاص الى تقويه الجهاز المناعي، نتحدث ربما عن التلقيح الموسمي للانفلونزا اللي ساعد كثير بالطبع. في بعض البلدان في هذه السنه بدا الحديث عن انه بدات البلدان والحكومات تتحدث انه الانفلونزا هذا الموسم سيكون قوي، بسبب انه السنه الماضيه كان هناك حجر وما كانش ربما انتشار كبير للانفلونزا، وبذلك ربما البعض يتحدث انه جسم الانسان ما طورش مناعه، يعني المناعه تطور سنه بعد سنه. بما تنصح ربما مرضى الربو سيما في ناحيه التلقيح قبل ان ندخل في العلاقه مع كورونا؟ والله هذه احتمالات، يعني في ارض الواقع، يعني سوغ لو تيران اكيد، يعني ممكن ننتظر يعني اي شيء، يعني احنا درك فما في موسم التلقيح يعني تاع لا غريب سي لا باليد دو فاكسيناسيون دو لا غريب، الحمد لله رانا بدينا هذه الحمله، يعني عندها ايامات ما عندهاش بزاف، عندها تقريبا واحد الشهر، يعني نحن واش ننصحوا خطر خاصه الامراض المزمنه بصفه عامه، يعني حتى نخرجوا من الربو والحساسيه، يعني مهمه، يعني الحق، يعني لحد الان الناس الحمد لله يعني
يعني ما نكذبوش، يعني رانا نشوفوا في وعي لاباس به، ما نهضروش على الكورونا، رانا نهضروا على الغريبه. يعني الناس راهي وحدها تجي عندك تقول لك ماركي لي الفاكسان تاع لا غريب، عندك مرض مزمن يقول لك لا ما عنديش، يعني حتى اللي ما عندهمش مرض مزمن راهو يتهلى في روحه. ولكن ما احنا ثاني ننصحوا الناس اللي يعني المرضى اللي نعرفوهم لهم شخصين عندنا في القطاع الصحي اللي عندهم امراض مزمنه، امراض القلب، امراض الصدر، امراض الكلى، امراض كذا، يعني متعدده، يعني جل الامراض المرضى اللي راهم يجوزوا في المستوصفات اللي عندهم امراض مزمنه، يعني اذا كان هو ما تفكرش لو فاكسان اونتي غريبال، يعني المريض الطبيب تاعو راح يفكر يقول له لحقت المده وتفضل دير الفاكسان تاعك، هذا وراه يجي مجانا للقطاع الصحي. اكيد. الان ربما نتحدث على العلاقه او نتحدث الان على لدينا مشكل آخر متزامن لمدة سنتين، فيروس كورونا لا يزال متواصل معنا، وللأسف ربما لحد الآن لدينا الإجراءات الوقائية والتلقيح ربما هما حائطا الصد الوحيدين للإنسان. كيف يتعامل معرض الرب مع هذا الفيروس؟ الاحتياطات ربما يجب أن تكون أكثر ومضاعفة أكثر، أم أنه ربما هي نفس الاحتياطات للجميع؟ شوف، هي بصراحة يعني خاصة دوك راهي كل خطرة عندنا متحور جديد، يعني بما انه كان يعني هذا الفيروس تاع الكورونا راه كل خطرة يخرج لنا بثوب جديد، دونك حنا ما عندناش يعني خيار، ما عندنا نفس لا كونديتاتوني، نفس الاحتياطات اللي رانا نديروا فيها. الحاجة الأولى لازم لا فاكسيناسيون، يعني ننصح الناس باش يتقدموا ويديروا لو فاكسان تاعهم، علاش؟ باش يكسروا السلسله هذه تاع العدوى. يعني قال الانسان كي يدير الفاكسان تاعو راه متهني، على الاقل على الاقل ما يعطيهاش للمحيط تاعو، والاخر ثاني نفس الشيء، والاخر يعني باش نكسروا هذه السلسله اللي راهي تمشي منذ عامين، تقريبا عامين، اكثر من عامين وهي راهي تمشي. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه ننصحوا للمرضى تاع الرب والامراض المعديه المزمنة الأمراض المزمنة باش يديروا لو فاكسان أونتي غريبال. يعني إذا كان ندير لو فاكسان أونتي كوفيد يعني تاع الكورونا، وندير لو بالعكس نزيد ندعم المناعة تاعي بلو فاكسان أونتي غريبال. حنا رانا شو رانا هذا رانا مديرين هذه الحملة هذه الأيامات. الانسان اللي عنده مشكل تاع الصدر، واللي عنده دي برونشيت، واللي عنده لي برونكيوليت، واللي عنده مشكل تاع لا غريب، عندهم رانا فاكسيني وفيهم بالفاكسان تاع لا غريب عادي، وراهو في نفس الوقت راهو يدير في الفاكسان تاعو تاع يعني ما فيش تعارض، كل واحد لديها، بالعكس يزيد يدعم المناعه تاعو. وهذا مهم في هذا الفصل من السنه. دكتور، ربما في بعض الاحيان اصبحت هناك بعض الامراض التي ربما انت تعرف تفسيرها، يقول لك الانسان عنده نفس ينقطع في الليل، يعني في الليل لا يستطيع التنفس. ما تفسير ربما هذا؟ والله لحد الان العلماء راهم حيرين فيه يعني، ولكن ما نقدر نعطيك بعض المعلومات لاني مانيش يعني ما متخصص في هذا الميدان. شوف لي زابني نوكتيون هذوما، يعني الانسان يعود راقد في الليل تقطع النفس واحد كلكو سكوند ولا حتى كلكو مينوت بارفوا خطرات. واش يصرى هذا؟ هذا الاول الحاجه الاولى اللي لازم نديروها، راح نديروا له بالطبع راح نديروا له راديو تاع الصدر باش يعرفوا هل هناك مشكل يعني دو بنوموفتيزيو، مشكل تاع الصدر، ولا لا كاين مشكل كارديو فاسكولار. يعني هو تقريبا 90% يعني نتوجهوا للامراض القلبيه، يعني اكثر من الامراض القلبيه اكثر من الامراض الصدريه فيما يخص لي زابني هذوما، في كي تقطع النفس هكذايا. هذا واش نقدر نقول. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. شكرا لك دكتور هاني كمال الطبيب العام على المشاركة في هذا الجزء الأول لكم من أجزاء هذا الصباح. شكرا جزيلا لك مشاهدينا الكرام.